السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، احنا اليوم موضوعنا عن الجلوبال ستيت، اللي هو عن طريقة نقدر نرسل المتغيرات من صفحة لصفحة أخرى. معناته راح نستخدم النافيجيشن زائدا الجلوبال ستيت اللي راح يخلي المتغيرات تتنقل بين الصفحات. طبعا في البداية نحتاج نعملنا أتصور هو ليس جي يو اي، اوكي، هو كلاس عادي، فنقدر نسميه بكلاس ال مثلا خلينا نقول functions، اوكي، فولدر خاص نسميها بالfunctions. نجي هنا نعملنا كلاس لدارت نسميها بالglobal state. تمام، هذا الملف دارت global state. في الglobal state كحالة حال البقية نعمل له import للflutter material بهذه الصورة. نجي نعمل كلاس اللي تعلمناه في الدارت، هذا نسميه بال على اسمه global state، اوكي. فنجي هنا نقول class global state. هذا global state في داخله ايش راح يكون؟ في داخله راح نستخدم final map اللي هو يحتوي على key and value. فالكي اثنيناتهم راح يكونون dynamic فارزة الكي dynamic، والفاليو أيضا راح يكون dynamic. تمام، راح نعطي له اسم متغير اللي هو data على سبيل المثال، وهذا الداتا راح شي يساوي لنا راح يساوي لنا الدايناميك وأقواس المجموعة، أوكي، فارزة مؤقتة لأن الساعة. طيب هنا راح نجي نعمل static global static global keyboard مشكلة بها state global state اللي راح نصنع من عنده instance new global state dot underscore like this, no, dot underscore global فارزة منقطة. Okay, so بعدين نجي نقول له global state dot like this فارزة منقطة. اوكي، ايش راح نطلب من عنده؟ نعمل set. I know شوية الفكرة dynamic الكي، احنا قلنا اللي هو map key and value dynamic value. تمام، اللي هو راح نضعها في ال data key اللي راح يحتوي على ال value، ولما نريد ناخذها نحصلها عن طريق ال get، وال get نحصلها عن طريق ماذا؟ اي value نريد نطلعها بالماب، مجرد انه نعرف ال key الخاص بها اللي راح يرشدنا يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى data value. تمام، هذا هو الكلاس او الـ global statement. اوكي، نعرف الـ global statement عملنا كلاس راح نستخدم الماب. فكره الماب انه يخزن قيم key and value. احنا عن طريق الكي راح نستدل على الفاليو. سوري، هنا انا key data key. اوكي، عن طريق الكي راح نحصل على الفاليو. فهنا احنا نجي اول شيء نضع القيمه، نختار لاي كي دايناميك ونضع القيمه اللي نريد نحولها للصفحه الاخرى. فبالحاله راح يكون انت عندك الداتا حتتحصل القيمه مالتها عن طريق الكي. فلما تقول لك جيت اكيد لازم تعرف الكي حتى يعطيك الفاليو لهذا الكي. هذا بالنسبه للجلوبال ستيتمنت. لو اجينا نحول بين الفيرست والسكند، يعني على سبيل المثال هنا احنا ممكن نعمل
مش نعمل هنا for example شنو اللي نضيفه هنا. اوكي هنا ممكن في البداية في الكلاس الكلاس الأساسي راح يكون هنا عندنا على سبيل المثال التكست edit text edit controller نعطي لمتغير اسمه name ونيجي نستخدم ال global. طبعا ال global state لازم نعمله import منين؟ من ال functions. فهنا نقول له import oops import package import package navigation functions global state. اوكي حتى هنا نستطيع استخدامه تمام. فنقدر نقول له هنا global state global state نخزن نخزن المتغير اللي نريد نرسله global state dot instance تمام. لا ننسى الفارزة المنقطة. أوكي هذا اللي نحتاجه. طيب هنا في هذا الجروب الكلاس راح نحتاج إلى نحتاج إلى ملف الـ override. طبعاً هنا أنا نكتب add override لي oops override لي void init. خلينا نشوف إذا يلقاها. لا ما لقاها. init state في داخلها راح يكون أول شيء name اللي نريد نحوله new. خلينا نشوف إذا يتنا أوكي text edit controller ونخزنها store dot set. الكي منو راح يكون؟ الكي راح يكون name والvalue في البداية خلي يكون فراغ. يعني هنا name أوكي راح نخزنها وين؟ راح نخزنها في داخل ال global state. أوكي كيف نخزنها في داخل global state؟ عن طريق ال init state. ال init state الفكرة من عنده إنه يقوم بأخذ هذا النيم عن طريق ال text input اللي إحنا راح نضع فيها القيمة ويجي يخزنها بوضع هذا الكي وقيمتها تمام. طيب كيف أني أقدر أحصلها فارزة منقطة؟ كيف أنا أقدر أحصلها؟ عن طريق ال get صح. فإذا أريد أحصلها أول شيء إحنا عدنا النيم اللي هو راح يأخذ من التكست فيلد نكتب عليه التكست مالته. راح شي يساوي لنا نقدر نذهب للستور دوت جيت. لاحظ جيت الكي. الكي من هو النيم اللي راح نخزن فيه داخل الكي تمام. وأنت عندك كي أند فاليو كيف أطلع القيمة مالته؟ عن طريق الكي. الكي هنا أنا بالحالة منه النيم تمام. طيب هنا احنا بعد ما حصلنا النيم المفروض من عندنا انه نعمل هنا تكست فيلد. هنا على سبيل المثال نقدر نقول نو تكست نيو تكست فيلد تمام فارزة نيو تكست فيلد. هذا التكست فيلد كنترول الت سبيس في عندك key في عندك decoration على سبيل المثال decoration في داخلها input decoration في داخلها نضع label. label يقول enter name مثلا تمام. إضافة إلى ذلك في التكست أيضا راح نحتاج إلى controller اللي هو اللي راح يكون هو النيم كنترولر تمام. حتى اي شيء نكتبه هنا
ياخذها، اللي هو راح يكون عندك النيم. اوكي، فاذا هذا النيم راح ياخذه من 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 هذا. اوكي، فاي شيء انا اكتب في هذا الانبوت اللي راح يظهر في التطبيق راح يقوم بحفظها في داخل الجلوبال ستور. طيب في عندنا اشياء اخرى هنا، انا ثينك انها كلها تمام. This one and this one. اوكي، بالطرف الثاني يبقى اللي هو السكند يو اي. في السكند يو اي كيف انا احصل عليها؟ بسيط، هنا لو اجي على سبيل المثال في الكلاس، اوكي داخل كلاس سكند ستيت، هنا اقدر استخدم الجلوبال نفس الحاله عفوا، اجي اضيفه هنا كنترول زي عفوا، اضيفه هنا، وهنا اجي استخدم الجلوبال ستيت. جلوبال ستيت اعطي له متغير اللي هو ستور، ممكن تسميه اي شيء على فكره، اللي هو ياخذ من global state dot instance. اوكي، يبقى علينا ننزل للاسفل، عندنا مثلا نقدر نعمل هنا هذا second page. اوكي، هذا second page نقدر نعمل text اخر ونجي نضع فيها your variable is dollar store dot a. لازم نستخدم أقواس المجموعة. okay. store dot get، لاحظ ظهر عندنا من هو النيم اللي موجود في الصفحة الأولى راح يجي يضعها في الصفحة الثانية، تمام، بهذه الصورة. هنا الفيرست creation enter name on click btn راح يكون void. في داخل ايش راح يكون؟ راح نجي نخزن النيم اللي راح ناخذه من من هذا المكان، اوكي، اللي هو من الكنترولر. ناخذ هذا النيم، طبعا هذا النيم اللي احنا نحتاجه هو يكون اوبجكت، احنا قلنا كل شيء هو اوبجكت، فاذا هنا راح يكون نيم دوت تكست، ناخذ التكست من هذا النيم. طيب اليوزر اللي يضعها، بعد ما ياخذ هذا من اليوزر اللي يضعها نحتاج انه نذهب which one، هذا اوكي، هذا نعمله cut فارزة، اوكي نعمله cut ونجي على الستور نضيفه. فهنا راح يكون عندك النافيجيت، طبعا ما يحتاج لأقواس المجموعة هنا، بهذه الصورة يعني راح يخزن النيم قيمتها، يخزنها في الجلوبال ستيت وينتقل للسكند، حتى السكند ياخذ القيمه من الجلوبال ستيت، تمام. اذا هنا انا احتاج فقط اون كليك اضيف يعني في هذا المكان اون كليك بس. اوكي، فلما اجي اعمل رن، تمام، هنا لما اضيف عيسى على سبيل المثال، لما اقول نيكست بيج، لاحظ يور فاريبل از عيسى، قمت بتحويل الفاريبل من هذا المكان للمكان الثاني. اوكي، سو باك، هنا يرجع يبقى نفسه. لو اجي هنا انا اقول له على سبيل المثال حميد نيكست، لاحظ يور فاريبل از حميد. اوكي، فيحول الفاريبل من البيج الاول للبيج الثاني. فخلونا نوقف هنا، نكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامه.